اللي دائماً ما نتكلم عنها هو غلق المسار الأيمن من الشارع، أو نقول بعض سائقي المركبات للأسف الشديد ما ينتبهون أو يتعمدون. ليش؟ لأنه بالعقل هو الشارع مبين، هذا حد الرصيف. المفروض سائق المركبة إنه ما يوقف ويسد المسار على سائقي المركبات الأخرى، طبعاً خاصة نقول المركبات الحمل النقل هذني. المفروض سائق المركبة عنده يكون أكثر التزاماً وأكثر معرفة بالقوانين المرورية. السلام عليكم، شنو مخالفتك؟ مخالفتي انا بتريلا وراي. هسه احنا ابو التريلا وراك ما لنا علاقة، اطبق لي هناك وانتبه للشارع. لا لا لا، منا تطبق لي نا. عوفنا من ابو التريلا، ليش؟ لان انت الاعتراف بالخطا فضيله يا اخي. صحيح. شنو مخالفتك؟ غلق المسار الايمن من الشارع. صحيح. تمام، اجازتك. شوف الثقه، شوف الثقه من طلع لنا الاجازه. ليش؟ لان انت مو مخالف، عندك اجازه، لكن المخالف خالفت بالسياق. سيدي، خاصة انت مركبة حمل، إضافة عندك مخالفة أخرى. شنو؟ هي خصوصي ويسوق حمل. حمل مو أنا هم قدمت على العموم. خصوصي. أنا قدمت على العموم. يعني أنت أساساً ما وفرت مقدمة. أنت مو مؤهل تقود مركبة حمل. ليش؟ يعني هذا خصوصي. من قدمت على الثانوية وينها؟ طيب الثانوية. هسه أنت تعرف مخالفاتك. سيد مو قدم كان الإجازة، قالوا لي هاي عمومة معاد الصير. سألت أنا عندي كيف؟ نعم. كيف باسمي؟ هسه المفروض تقدم غير إجازة. لا تسقط إلا تسوي عمومة. لا لا لا، تسحب الاستمارة وتروح. إيش عليك؟ يعني هاي شغلة ما أدري بيها، تقدم تسوي عمومة. بس أنا ما سألت، قالوا هاي ترهم عمومة خصوصي. لا ماكو هيج حكي. هسه أنت قرارها. عوفنا من هذا الحكي كله. لوحاتك ليش ما مثبتها؟ رحم الله والديك. بس الشركة ما رايحين مكملين المعاملة. سؤالي هسه قانونا منو قدامنا؟ الشركة لو أنت. رحم الله والديك. أيضا مخالفة. سيد. أيضا مخالفة، عدم تثبيت اللوحات وعدم مراجعة الإخوان السواق إلى مراكز تسجيل المركبات. نعم. المراجعة على اللوحات الأصولية لتثبيتها. نعم. يعني إحنا نعرف موضوع جدا مهم، توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم بالمحاسبة على المركبات التي لا تحمل لوحات. ليش؟ لأن اللوحات متوفرة. متوفرة موجودة. تروح تكمل المعاملة وتستلم لوحاتك وتكمل السنوية. شنو السبب اللي يمنع أخواننا أصحاب الشركات السائقين الموجودين بالمركبات؟ هم على باب الله، وأكيد هم ضمن مسؤوليتكم. المفروض أنه أنتوا تقدموا لهم نوع من المساعدة، تكملون الإجراءات القانونية للمركبة. ليش؟ لأن أنت من أصلاً ده توظف أو تعينه يمك بالشركة الأهلية، شو راح تسوي؟ تسأل عندك إجازة لو لا؟ فالمفروض أنه تكمل هذا الالتزام القانوني على مود الشخص اللي يعمل بالمركبة ما يتعرض للمحاسبة والمخالفة القانونية، ويكون عنده كل الإجراءات القانونية تامة. طبعاً إحنا راح نأخذ الإجراء القانوني بحق الأخ، وأكيد نتمنى من إخواننا سائقي المركبات ومستخدمي الطريق الالتزام وخاصة تثبيت اللوحات. نصيحتك إلى نفسك وإلى سائقي المركبات بصورة عامة. والله هو نظام حلو، يعني واحد يمشي رحمة بالنظام. رحمة والديك، النظام حلو. ما في شيء. أنت إذا هسه مثلاً مثل الإجازة، صحيح كانت عندك ثقة نوعاً ما هبطنا ثقتك، لا بس هي المهم المهم بس أنت عندك. بس سألت قالوا لي تمشي عموماً خصوصاً صدور التاجيات. هسه انا اريد نصيحه منك الى نفسك والى سائقي المركبات. والله هو اي شو تقول؟ النظام يعني حلو، خليه يمشي به، واللوحات والاجازه اهم شيء يعني. تمام، انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. شكرا جزيلا.